السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أظن وصلنا إلى صلاة الخوف. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا النية الحسنة. فإذا إن شاء الله تعالى نتكلم، نبدأ بالكلام عن صلاة الخوف. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في كيفية صلاة الخوف. هذا الفصل معقود لبيان صلاة الخوف، كيف تصلى صلاة الخوف. نعم. والأصل فيها آية النساء، وإذا آية النساء أي الآية التي في سورة النساء. نعم. والأصل فيها آية النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية. نعم. وأخبار يعني الأصل، الدليل على صلاة الخوف آيات وأخبار، آيات من القرآن وأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيات فذكر هذه الآية التي في سورة النساء مثالا عنها، وأما الأحاديث فكثيرة، أكثر كثير من الأحاديث في صحيح مسلم، وأكثر الأحاديث المتعلقة بصلاة الخوف موجودة في سنن أبي داود، يعني أبو داود روى أكثرها، وفي صحيح مسلم أيضا عدد من الأحاديث المتعلقة بصلاة الخوف، وفي غيرهما من كتب الحديث أحاديث أخرى. نعم. وأخبار، وإنما أفردها المصنف عن غيرها من الصلوات بترجمة. لماذا أفردها أبو شجاع رحمه الله عن غيرها بترجمة، يعني فصل على حدة؟ لأن فيها من الأحكام، تحتمل من الأحكام، يدخل فيها في بعض الأحوال أحكام لا تدخل في صلوات أخرى، لذلك بما أن لها أحكاما خاصة بها أفردها أبو شجاع رحمه الله عن باقي الصلوات بفصل خاص بها. نعم. قال: لأنه يحتمل في إقامة الفرض في الخوف ما لا يحتمل في غيره. هكذا إقامة الفرض في حال الخوف، فرض الصلاة في حال الخوف يحتمل فيه ما لا يحتمل في غيره، يجوز فيه ما لا يجوز في غير الخوف من الأمور. نعم. وصلاة الخوف، قال النووي في المجموع: جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على 16 نوعا. النووي في كتابه المجموع يقول: كيفيات صلاة الخوف، كيف تصلى الصلاة في الخوف، جاءت على 16 نوعا، يعني 16 كيفية مختلفة تصلى عليها صلاة الخوف. يعني ورد بالحديث 16 كيفية، 16 طريقة، 16 طريقة لتصلى صلاة الخوف فيها. وهي مفصلة في صحيح مسلم بعضها. بعضها في صحيح مسلم مفصل، بعض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفيات صلاة الخوف
مفصل في صحيح مسلم. نعم. ومعظمها في سنن أبي داود. ومعظم هذه الكيفيات رواها أبو داود في سننه. نعم. واختار الشافعي رحمه الله منها ثلاثة أنواع. اختار الشافعي ثلاثة أنواع منها، سيذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. قال: ولصلاة الخوف نوع رابع جاء به القرآن وذكره الشافعي، وهو صلاة شدة الخوف. فإذا عند الخوف هناك ثلاث كيفيات اختارها الشافعي. يعني الآن يظهر لماذا اختار هذه الكيفيات الثلاثة، وهناك كيفية رابعة إذا اشتد الخوف، في حال شدة الخوف، إذا كان الخوف أشد، هناك كيفية رابعة، فإذا مجموعها أربعة. نعم. واقتصر المصنف منها على ثلاثة أضرب. أما ما ذكره أبو شجاع فذكر ثلاثة فقط. نعم. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة. الحال الأولى إذا كان العدو ليس في جهة القبلة، العدو ليس في جهة القبلة، إنما العدو في جهة أخرى، في بلادنا مثلا إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى الشمال، ليس في جهة القبلة بل في جهة أخرى. نعم. وهو قليل. والعدو قليل معناه في المسلمين كثرة، عددهم كاف لمواجهة العدو. نعم. وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كل فرقة منهم العدو. يعني المسلمون كثرة، لو فرقوا فرقتين الفرقة الواحدة منهم تكفي لمقاومة العدو. العدو ليس فيه كثرة، بحيث أن المسلمين لو فرقوا قسمين القسم الواحد منهم يكفي ليقاوم العدو. إذا كان المسلمون على هذه الحال وكان العدو في غير جهة القبلة، الآن يذكر إن شاء الله طريقة من هذه الطرق كيف تصلى صلاة الخوف. نعم. فيفرقهم الإمام فرقتين. عند ذلك يفرقهم الإمام فرقتين، لأنه هناك كفاية في الفرقة الواحدة من الفرقتين تكفي لمقاومة العدو. أما إذا لم تكن تكفي كيف يفرقهم؟ عند ذلك هناك كيفية أخرى. لكن في هذه الحال إذا كان العدو في غير جهة القبلة وفي المسلمين كثرة، بحيث لو فرقوا فرقتين كل فرقة تقاوم العدو، يفرقهم الإمام فرقتين. نعم. فرقة تقف في وجه العدو تحرسهم، وفرقة تقف خلفه الإمام. فإذا الإمام يصلي بفرقة، وفرقة من الفرقتين تكون في وجه العدو. لماذا؟ لحراسة الفرقة التي تصلي حتى لا يفجأهم العدو، لأن العدو في غير جهة القبلة، إذا كانوا يصلون لا يستطيعون أن يلاحظوه، لا يستطيعون أن يروا تحرك العدو ماذا يفعل. لذلك يفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تكون في وجه العدو وفرقة خلفه يصلي بها. نعم. وفرقة تقف خلفه الإمام فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة. يصلي بالفرقة التي خلفه ركعة. لو فرضنا أن الصلاة من ركعتين، يصلي بالفرقة التي خلفه ركعة. نعم. ثم بعد قيامه للركعة الثانية يتم لنفسها بقية صلاة. يقوم للركعة الثانية، ثم وهو قائم للركعة الثانية هم يكملون لأنفسهم، يعني والإمام قائم يركعون ويعتدلون ويسجدون ويتشهدون ويسلمون، والإمام بعد قائم. وتمضي بعد فراغ صلاتها إلى وجه العدو. وتذهب إلى وجه العدو لتحرس وتأتي الفرقة الثانية
فتصلي. تحرس وتجيء الطائفة الأخرى التي كانت حارسة في الركعة الأولى فيصلي الإمام بها ركعة. الإمام بعد يقرأ، تأتي الطائفة الثانية تقتدي بالإمام وهو قائم يقرأ، فيصلي بها الإمام ركعة. بتكون الفرقة الأولى حصلت مع الإمام تكبيرة الإحرام وركعة وأتمت لنفسها، الفرقة الثانية تحصل مع الإمام ركعة وتحصل معه إيش؟ السلام، تتشهد وتسلم معه. نعم. إيه لا بيصلوا ركعة هلا حيذكر. نعم. فيصلي الإمام بها ركعة، فإذا جلس الإمام للتشهد تفارقه. فعندما يقعد الإمام للتشهد إيه؟ تفارقه بلا نية وتتم لنفسها وينتظرها الإمام ثم يسلم بها. إيه تفارقه بلا نية، يعني تقوم لتكمل لنفسها، لا تبقى جالسة معه، هن أليست الصلاة ركعتين؟ إذن وهو جالس تقوم تتم لنفسها هذه الفرقة الثانية، فتأتي بشو؟ بالركعة الثانية، ثم تقعد للتشهد مع الإمام. نعم. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع. هذه الصلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع. في هذه الغزوة كان فيها مشقة على المسلمين، هذه الغزوة يعني إلى درجة أن أرجلهم تنقبت، يعني صار فيها جروح وفخاويد، فلفوا عليها الرقاع، لفوا عليها مثل القماش وما شابه لحفظها، فسميت ذات الرقاع، غزوة كان فيها مشقة على المسلمين. في هذه الغزوة صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف على هذه الكيفية، قسمهم قسمين، قسم يقف في وجه العدو ويصلي القسم الثاني معه ركعة، صلى بهم ركعة، لما قام للثانية هذا القسم أكملوا وحدهم، سلموا ذهبوا إلى وجه العدو، قاموا بوجه العدو، جاءت الفرقة التي كانت في وجه العدو فصلوا خلفه ركعة، ثم لما قعد للتشهد أكملوا الركعة الثانية ثم قعدوا فتشهدوا فسلم فسلموا معه. فإذا هك الطائفتان تمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. على ما رواه البخاري وغيره سميت بذلك لأن أقدام المسلمين نطبت من الحفائر. ما كان يعني الله تعالى يرضى عنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إيش هذه النفوس؟ ذهبوا معه في الجهاد حفاة، ما كان عندهم ما يلبسون في أرجلهم ولم يتقاعسوا عن الجهاد حتى نقبت أرجلهم، صار فيها فخاويط. يعني أنتم بتعرفوا الذي يمشي حافيا إذا طالت المسافة يصير ينزل دم وغير ذلك، ومع ذلك استمروا. ماذا فعلوا؟ لفوا ما وجدوا من قماش على أرجلهم، هي رقاع على أرجلهم، فسميت ذات الرقاع، هذه الغزوة سميت ذات الرقاع. الله الله الله. فلفوا عليها الخراب. نعم. والثاني هذا هو الأصل إيش جاء في الحديث؟ لا يغلب 12,000 من قلة، يعني إذا كان الجيش من 12,000 كلهم أتقياء لا يغلبون مهما كثر عليهم العدو،
يعني لا يكونون عددا قليلا يغلب بوجه العدو إذا كانوا 12,000 من الأتقياء. إذا غلبوا معنى الحديث لا يكونون غلبوا بسبب القلة، إنما يكونون غلبوا بسبب المعاصي، لا يكونون من الأتقياء. وهكذا قال روي عن سيدنا عمر: الجيوش تكثر بالطاعة وتقل بالمعصية، إذا قووا في الدين كانوا أقوى ولو كان عددهم أقل، وإذا ضعفوا في أمر الدين كانوا أضعف ولو كان عددهم أكثر. الصحابة في كثير من المواقع كان عددهم قليلا، لكن كانوا يطيعون الله ورسوله، إذا أمروا بأمر مضوا إليه، ما بيعد يقولوا بس ولكن وإذا وبركي ولعله، لا، إنما يقدمون. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فأقدموا رضي الله عنهم. أظن ذكرنا قبل بإحدى الغزوات أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام جرابة تمر، كيس من جلد في تمر، كان هذا زادهم. بعدين وصل الحال بهم أنه صار كل واحد يأخذ تمرة في اليوم، فكان يمصها مصا حتى يعني أيوة لتستمر مدة أطول في فمه. قال له بعضهم، قال للصحابي الذي كان يروي ذلك، قال: إيش كانت تعمل التمرة لكم؟ قال: لا تقول، لما فقدناها تبين لنا أثرها. صاروا يأكلوا ورق الشجر الذي لا يؤكل، هذا الذي وجدوه، ما رجعوا، ما قالوا يا صعبي ما فينا نحن نكمل خلاص نرجع، ما قالوا، إنما مضوا إلى ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه القلوب فتحوا من الصين إلى المغرب الأقصى في 25 سنة. كيف واحد بيفتح مش وليس فتحا زال أثره بعد ذلك فورا، لا، فتح استمر أثره في الناس فأسلم الناس وصارت كلها هذه بلاد إسلام، من الصين إلى المغرب الأقصى إلى أيامنا بلاد إسلام. هذا أثر عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا. امضي سيدي امضي. والثاني أن يكون في جهة القبلة في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيء. الأمر الثاني، الطريقة الثانية، أن يكون العدو في جهة القبلة، ليس في غير جهة القبلة، في جهة القبلة وليس هناك ما يخفيهم عن أعين المسلمين، لا يوجد تل هم وراءه، لا يوجد شجر هم وراءه، لا، إنما هم في جهة القبلة مكشوفون للمسلمين، ليس هناك ساتر بينهم وبين أعين المسلمين، يراهم المسلمون. نعم. وفي المسلمين كثرة تحتمل تفرقهم. نعم. فيصفهم الإمام صفين مثلا ويحرم بهم جميعا. يصفهم الإمام صفين، يعني المسلمون فيهم كثرة تحتمل أن يكونوا أكثر من صف، تحتمل تفرقهم، تحتمل أن يكونوا أكثر من صف. أحيانا يكون من الخطر في الحرب أن يصف الجنود صفين أو ثلاثة، لأنه نحكي عسكر هلأ أنه في من بيعرفوا نعم، أن يكون أكثر من صف. ليش؟ لأنه بيصير العدو يسهل عليه الالتفاف
عليهم. فلذلك إذا كان الوضع بحيث يحتمل أن يصفهم الإمام صفين أو أكثر، يصفهم صفين أو أكثر. نعم. لا لا، ما عم نحكي كل فرقة تقاوم العدو، بحيث هالوضعية هيدي لا تسمح للعدو بأن يتقدم فيغلبهم. أحيان شوف، فرض مثلا، فرض أنه أنت كنت، لو فرضنا بسهل، مكان سهل بين جبلين، أنت إذا بتصف عسكرك بحيث يغطي العسكر بوسط السهل الربع، ومن هون مكشوف ومن هون فاضي ومن هون فاضي، والعدو قدامك، أول شيء بيفكر فيه العدو أنه يلتف عليك. أنت ما بتعمل هيك ساعتها، ساعتها بتغطي الجبهة كلها حتى ما يلتف عليك. فإذا كان بمثل هذا، إذا كان لا يضر المسلمين أن يكونوا صفين فأكثر، بس بيكون إذا كان عندك كثرة، لا، ساعتها بيكونوا صفين وثلاثة وأربعة. نعم. ويحرم بهم جميعا، فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد، يحرم بهم جميعا، يكبر فيكبر الكل معه، بعدين يركع ويعتدل ويسجد، يجلس ويسجد ثم يجلس، من يتبع يعني ينهي السجود الثاني، يقوم منه مين لحقه؟ أحد الصفين، واحد من أي صف من هالصفين يتبعه في ذلك. والصف الثاني ماذا يفعل؟ في وجه الكفار يحرس المسلمين لأنه يراهم. ويحرم بهم جميعا، فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين سجدتين، ووقف الصف الآخر يحرسهم. نعم. فإذا رفع الإمام رأسه، إذا رفع الإمام رأسه، إذا قام إلى الركعة الثانية أو قعد للتشهد، شو بيعملوا الصف الثاني؟ سجدوا ولحقوه. سجدوا ولحقوه، يسجدون عند ذلك ويلحقون الإمام، لأن الأولين يستطيعون أن يراقبوا العدو ويقاوموه لو هجم عليهم. نعم. ويتشهد الإمام بالصفين ويسلم بهم، ثم بالأخير بالتشهد يتشهد بالصفين ثم يسلم بهم، فيكون إحرام الكل معه وتشهد الكل وسلامهم معه. نعم. لبيك. لا، يبقى منتظر حتى ينهوا السجدة الثانية، حتى يقوموا من السجدة الثانية. نعم. لا لا لا، بس عندما يرفع الصف الأول الذي كان مع الإمام من السجود الثاني، عند ذلك الصف الآخر يركع يعتدل يسجد يجلس يسجد ويلحق الإمام. وفيك. نعم. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة عسفان. نعم. كما في صحيح مسلم. موضع يقال له عسفان، فيه صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف بهذه الطريقة. نعم. وعسفان قرية في طريق الحاج المصري. في طريق الحاج المصري، يعني طريق الحجاج المصريين في الماضي، الحجاج المصريون كيف طريقهم؟ أظن هلأ كمان كيف طريقهم؟ من البحر، أليس كذلك؟ كثير منهم يقطعون البحر ثم، فهذه في طريق الحاج المصري. نعم. تبعد عن مكة مرحلتين وعن الجحفة ثلاث مراحل. أيوة، يعني تبعد عن مكة مرحلتين وعن الجحفة، اللي هي الجحفة هي موضع الإحرام، ميقات الإحرام
لأجل الحاج المصري من جاء من طريق مصر تبعد 3 مراحل. نعم، الجحفة زالت أثارها، أخذها السيل زالت أثارها، من شان هيك احتياطا يحرمون في هذه الأيام من رابغ، رابغ قريبة من الجحفة عامرة، أما الجحفة بالماضي خلص زالت، جرفها السيل أخذها. نعم. والثالث أن يكون في شدة الخوف. الطريقة الثالثة التي ذكرها أبو شجاع رحمه الله شدة الخوف. إذا اشتد الخوف كيفما اشتد، قد يشتد الخوف بأن يكون عدو يلحقك يريد أن يقتلك وأنت هارب منه، قد يشتد الخوف بسبع يلحقك يريد أن يقتلك وأنت هارب منه، قد يشتد الخوف بالتحام الحرب، عند الالتحام عندما يصير اللحم إلى اللحم عند التحام الحرب، شو بيسموها الأيام قتال بالسلاح الأبيض، ما يشبه هذا، عند التحام الحرب مثل هذا، كيفما اشتد الخوف، إذا اشتد الخوف عند ذلك تصلى الصلاة بهذه الطريقة. نعم. لأن لم يأمنوا هجوم العدو لو ولوا عنه، وذلك كما في، يعني لا يأمنون هجوم العدو لو ولوا عنه، لو أنهم التفتوا عن العدو لا يأمنون هجومه، مثل إذا كان قريبا جدا منك عند التحام الحرب. نعم. وذلك كما في التحام الحرب وهو كناية عن شدة الاختلاط بين القوم. ليش سموها التحام؟ هلا بيقول ليه؟ بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض فلا يتمكنون من ترك القتال ولا يقدرون على النزول. عند التحام الحرب بيصير صعب أن يترك الإنسان القتال، لا صعب أن يتخلص من القتال، صعب أن يخرج عند التحام الحرب، إذا كان فارسا يصير صعبا أن ينزل عن فرسه، إذا كان غير فارس بيصير صعب أن يتوجه يمينا أو يسارا لأنه التحم القتال. نعم، هاي أحوال. نعم، امضي. ولا يقدرون على النزول إن كانوا ركبانا ولا على الانحراف إن كانوا مشاة، هكذا. فيصلي كل من القوم كيف أمكن، عند ذلك يصلي كل واحد كيفما استطاع، كيف يستطيع يصلي، يستطيع أن يستقبل القبلة يستقبل، لا يستطيع لا يستقبل، يستطيع أن يركع يركع، لا يستطيع لا يركع، يستطيع أن يسجد يسجد، لا يستطيع لا يسجد، وهو إذا كان احتاج حتى لو احتاج إلى أن يقاتل وهو يقرأ الفاتحة يفعل، يصلي كيفما استطاع على الوجه الذي يستطيع الصلاة فيه. نعم. لا، لا بد من الطهارة. إذا كان قادرا، إذا كان الماء موجود عند الالتحام في هذه الحالة لا يستطيع لا الركوع ولا السجود يوم إن لم يستطع. نعم. أظن بيذكر هلا أظن. نعم. فيصلي كل من القوم كيف أمكنه راجلا أي ماشيا أو راكبا. نعم. مستقبل القبلة وغير مستقبل لها كيف ما يمكنه، ولا إعادة عليه، ليس عليه إعادة. نعم. ولا إعادة عليه. ويعذرون في الأعمال الكثيرة في الصلاة، يعذرون إذا كان ضرب في الصلاة يعذر في الصلاة كضربات متوالية. نعم. لا في نحو الصياح مما لم يحتج إليه. أما الصراخ لا يعذرون فيه إلا عند الحاجة، أما إذا لم يكن حاجة لا يعذرون، ما في حاجة لشو لا يصرخ، لا يعذر، إذا تكلم صدرت منه حروف لا يعذر بذلك، وليس له ليس له حاجة إلا إذا كان هناك حاجة.
لذلك فيعذر، إن كان هناك حاجة يعذر. الصحابة قليلا ما كانوا يصرخون في المعارك. هالأيام بيتوهم بعض الناس أنه الصحابة كانوا طول الوقت يمكن عم بيكبروا، أغلب الوقت كانوا صامتين ساكتين في القتال، لا يصرخون أغلب الوقت إلا عند الحاجة. نعم، ما أنه الأمر بكثرة الصياح، الأمر بثبات القلب. الله يجعلنا من أهل الجهاد الثابت القلوب. نعم، إذا هو مثلا من قادر لا يقدر أن يستقبل القبلة حتى ولا بتكبيرة الإحرام، إذا قدر بالتكبيرة، إذا قدر بالتكبيرة بيستقبل بالتكبيرة، بعدين ما عاد يقدر لا يستقبل القبلة، يستقبل إن لم يقدر حتى في التكبيرة، حتى بتكبيرة الإحرام لا يستقبل القبلة، ما قدر يركع يشير برأسه، ما قدر أن يشير برأسه بعينيه، ما الذي يستطيعه يفعله، كيف يستطيع يفعل، يصلي وهو يقاتل على الحال التي يستطيعها ولا يترك الصلاة. أربع ركعات، أربع مرات الفاتحة، بيرجع إذا لم يستطع أن يركع يشير برأسه للركوع ثم للاعتدال ثم للسجود وهكذا، بس تمرق بيرجع مرتين الفاتحة، بيرجع مرة ثالثة، بيرجع مرة رابعة هكذا. نعم. شيخ الثالث يعني حالتين ولا حالة؟ أي الثالث أن يكون في شدة الخوف؟ حالة 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 حالة، ما ذكر الأربعة أبو شجاع، ذكر ثلاثة. فصوف اللباس، هلا بعدما تكلم أبو شجاع رحمه الله بعدكم نشيطين؟ نعم. إيه؟ يعني نعطي من طيب. أنتوا على راسي. العلم حلو. بعض العلماء قال اللذة الحقيقية في هذه الدنيا هي لذة العلم. هيك هو قال. امضي. قال اللذة الحقيقية في هذه الدنيا لذة العلم، هيك بعض العلماء قال. نعم، امضي. فصل في اللباس، لحظة بدي باجي. نعم تفضل. فصل في اللباس، ويحرم على الرجال لبس الحرير في حال الاختيار. إذا لم يكن في حال الضرورة، في حال الاختيار يعني في غير حال الضرورة، يحرم على الرجل أن يلبس الحرير. المقصود بالحرير ما تخرجه الدودة، ليس هذا الذي يسمى الحرير الصناعي، لا، المقصود بالحرير ما تخرجه الدودة، هذا الذي تخرجه الدودة حرام على الرجال لبسه إلا في حال الضرورة. مثل أيش حال الضرورة؟ مثلا كان فيه حكة، في مرض، لو لبس غير الحرير يزداد لا يناسبه، أو مثلا في حال الحرب احتاج إلى لبس الحرير لأنه الحرير لأنه الحرير لا يعمل فيه الحديد كما يعمل في غيره، يعني أصعب يخرق السيف والسكين أصعب من غيره أن يقطعه، فللحماية يعني في مثل هذا يجوز له، أما في غير هذا لا يلبس. في غير نحو هذا الرجل لا يجوز له أن يلبس الثوب الذي هو من حرير. نعم. لمنافاته شهامة الرجال، لا يليق بشهامة الرجال،
أي شهامة الرجال لا يليق بها حبيب الدنيا. شيخنا كمان إذا ما وجد غير الحليب ليستر عورته. مثل هذا أي داخل في الضرورة. نعم. ويجوز للضرورة كحر وبرد مهلكين ومثله في الحرمة القذرة. أو مثلا شدة حر أو شدة برد يحتاج شيء يستر به نفسه يدفع عنه شدة الحر أو شدة البرد. في هذه الحال يجوز له. نعم. ومثله في الحرمة القذرة. كذلك القذرة لو فرضنا لبس ثوبا مصنوعا من قذرة يعني ليس خيطان حيكة إنما القز اللي هو الشرنقة كذلك لأنه هو أصلا الحرير إيش من هذا القز يؤخذ. نعم. وكما يحرم لبسه يحرم أيضا افتراشه والتدفئ. كذلك حرام على الرجل أن يفترش الحرير أن يجعله فراشا تحته يفترشه وحرام عليه أن يتدثر به يجعله يغطي به نفسه حرام عليه. واتخاذه سترا كذلك وسائر وجوه الاستعمال فإنها في معنى كمان لا يتخذه سترا لا يتخذ الحرير سترا يضعه يستتر به وسائر وجوه الاستعمال ما بيعملوا ناموسية مثلا ها؟ لا يعمله ستارة ولا يتخذه ناموسية مثلا لا يعمل منه كيسا للعملة للدراهم مثل هذا كله لا ليس للرجل أن يعمله لا يتخذ من الحرير. لا الذي قلناه بل السرف والخلاء في سائر وجوه الاستعمال أظهر منه في اللبس. بل ظهور السرف والكبر في استعمال الحرير أكثر أظهر من مجرد اللبس. مثلا واحد بيغطي جدران بيته بالحرير لو فرضنا هذا أظهر من مجرد أن يلبس ثوب حرير. نعم. فيكون بالتحريم أولى. ويحرم التختم وغيره من وجوه التحلي بالذهب كالفضة إلا خاتمها. كمان يحرم على الرجل أن يتختم بخاتم الذهب وأن يتحلى بحلي الذهب وبحلي الفضة إلا شيئا واحدا وهو خاتم الفضة. خاتم الفضة يجوز للرجل أن يتحلى به بل يسن أن يتخذ الرجل خاتما من فضة لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة. نعم. إلا خاتمها فيجوز أن يسن للرجل. ويحل كل من اللبس والتختم وما أشبههما للنساء. أما النساء يجوز لهن لبس الحرير يجوز لهن التحلي بالذهب يجوز لهن التحلي بالفضة يجوز بل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا من ذهب إلا إذا وصل إلى حد السرف. أما ما لم يصل إلى حد السرف يجوز لها التحلي بالذهب وبالفضة ونحو ذلك. نعم. ويحل للولي إلباس الصبي الحرير والذهب ما لم يبلغ. طالما لم يبلغ الصبي يحل للولي لوليه أن يلبسه الذهب والحرير لأنه بعد ليس فيه شهامة الرجال. نعم. وقليل الذهب وكثيره أي استعمالهما في التحريم سواء. سواء كان الذهب قليلا أو كثيرا تحلى الإنسان الرجل بقليل من حلي الذهب أو بكثير بقليل من حلي الفضة أو بكثير هذا سواء في التحريم إلا ما استثنية. نعم. وأما الحرير فيفصل فيه إذا كان بعض الثوب إبريسما أي حريرا وبعضه الآخر قطنا أو كتانا مثلا
جاز للرجل لبسه ما لم يكن الإبريس مغالبا. أما الثوب ففيه تفصيل، ينظر إلى الوزن، إذا كان مخلوطا من حرير وغيره ينظر إلى الوزن، وزن الحرير أكثر أو لا؟ طالما وزن الحرير ليس أكثر يجوز أن يلبسه، أما إذا كان وزن الحرير أكثر لا يجوز له أن يلبسه. فإذا إذا كان الثوب حريرا لا يجوز للرجل لبسه، إذا كان مخلوطا من حرير وغيره، الإبريسم نوع من الحرير، إذا كان مخلوطا من حرير وغيره ينظر أيهما أكثر، أكثر من حيث الوزن، أيهما أكثر؟ إذا كان الحرير أكثر فلا يجوز، إن لم يكن الحرير أكثر جاز له أن يلبسه. أحيانا بيكون في بعض الثياب تصنع يلبسها الرجال، عباءة أو نحو ذلك، بيكون فيها بطرفها مثلا مقدار إصبعين أو ثلاثة من الحرير، بحيث لا يكون الغالب الحرير غالبا على غيره، مثل هذا يجوز، ما شابه ذلك يجوز. نعم. جاز للرجل لبسه ما لم يكن الإبريس مغالبا على غيره، فإن كان غير الإبريس مغالبا حل، وكذا إن استويا في الأصح. يعني إذا كان الحرير وغير يساوي غير الحرير يجوز، إذا كان غير الحرير أكثر يجوز، الحرام إذا كان الحرير هو الغالي، عند ذلك يحرم. نعم. والمعتبر في ذلك الوزن. المعتبر في ذلك يعني المعتبر في الغلبة هو الوزن، أيهما هو الغالب ينظر إلى الوزن في ذلك، المعتبر الوزن. مما تقدم يعلم أنه لا يجوز ستر ضرائح الأولياء بالحرير، حرام، ستر جدران البيت بالحرير حرام، هذا لا يختص، إنه مش إنه ليس أنه إذا كان البيت ملك رجل يحرم، إذا كان ملك مرأة لا يحرم، لا، هذا غير اللبس، هذا حرام، لا يجوز أن يستر جدار البيت بالحرير، أن يستر القبر بالحرير كضرائح الأولياء. استثنوا الكعبة، فقالوا الكعبة يجوز أن تستر بالحرير، هذا مستثنى، أما الكعبة فلا يحرم أن تستر بالحرير، مستثنات مما تقدم من التحريم. حد عنده سؤال عن ما ذكرناه؟ والله أعلم. هو ستر الجدار بنحو سجادة أصلا مكروه، لا ينبغي، لا مثل أنا بعرف أنه مكروه، هذا الذي أعرفه، ستر الجدار بالسجادة مكروه، ولا يشترط أن يستره كله، لو ستر جزءا منه بالحرير ليس له، أو جعله مثلا بدل الباب ستار حرير
أو ليس له، كل ما شابه ذلك ليس له. لا لا، أنا قلت كما لو كان يهرب من عدو يريد قتله لا يستطيع أن يتوقف، أو يهرب من سبع أو ما شابه. أحيانا شدة الخوف تكون في غير القتال، في غير قتال الأعداء، يعني في غير المعركة. من هو شرط المعركة؟ إذا بالقتال ينادي، هذا نحن قلنا إلا لحاجة، ما هي؟ ليس حسنا. ما سألت يا حاج عنها، ما خطأ لي أسأل. بعضهم قال على ما أذكر فيه خلاف، بعضهم قال حرام، بعضهم قال مكروه، بس خليني أتأكد، ليس شيئا حسنا. وليتنبه ألا يقلد الإنسان في لبس الخاتم الكفار، وما أكثر ذلك في أيامنا، ما أكثر ذلك في أيامنا. يعني حتى محبس الخطوبة، كل ما كان فيه تقليد تشبه بالكفار هذا لا ينبغي، ينبغي أن يجتنبه الإنسان. أشياء كثيرة كان شيخنا رحمه الله يسأل عنها، كان يقول يعني عدة مرات سمعته يجيب يقول هذا ليس حسنا، يكره إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو حرام. أكثر من مرة مرات كان يجيب بهذه الطريقة، إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو حرام. كان رحمه الله يتحسر مرات، يقول الآن في أيامنا الناس أكثرهم يتشبهون بالكفار في يعني حتى كان يقول حتى أساس البيت، حتى يشبه أساس بيوت الكفار، حتى أشياء كثيرة. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لتتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم خلفه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ هذا في أيامنا مشاهد، مشاهد. واحد ما بتشتري بفرنك مبخوش لو كان عبدا، بيعمل موديل هيك لشعراته بيلحقوا أولاد المسلمين للأسف، يعني يا حسن. بيعمل واحد موديل بتيابه بيخزق تيابه بيلحقوا، بيخزقوا تيابهم، أنه إلى غير ذلك من أمور كلها مبنية على التشبه بغير المسلمين. لا ينبغي، لا ينبغي. بيقولوا بالمثل أول الرأس حنجلي، والإنسان شيئا فشيئا شيئا فشيئا ينحرف. لا ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام أليس قال أعفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تتشبهوا بالمجوس، ولا تتشبهوا بالمجوس.
لا يكن حالكم كحال غير المسلمين. المسلم ينبغي أن ينظر على أي حال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أي حال كان أصحابه الكرام، على أي حال كان أهل بيته الأطهار، على أي حال أتباعه الأتقياء الأولياء السادات، بهؤلاء يتشبه، ليس بمن كفر بالله ورسوله وعادى دين الله عز وجل. الله يرحمنا، بارك الله فيكم وحفظكم. ما بك في نوب الحرير، أيهما أكثر؟ نهلي لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله بكم. آمين.